السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. البرلمان الموريتاني يصادق على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2019 بعد نقاشات استمرت ليومين. الحكومة الموريتانية تسحب مشروع قانون العنف ضد النوع بعد رفضه من طرف لجنة التوجيه الإسلامي للجمعية الوطنية. سكان حي لغريغا بالعاصمة نواكشوط يحتجون ضد انتشار القمامة بالقرب من مساكنهم ويدعون السلطات لوضع حد لها. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. صادق البرلمان الموريتاني على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2019 وذلك بعد جلسات نقاش استمرت ليومين. وتصل ميزانية الدولة في القانون المصادق عليه 54 مليارا و 118 مليونا و 561 ألفا و 653 ألف أوقية جديدة. وقد اقترح نواب المعارضة بعض التعديلات على القانون غير أنها لم تحظى بتصويت أغلب النواب وتمت إجازة مشروع القانون المقدم من طرف الحكومة. قال النائب البرلماني عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية المرابط البناهي إن ميزانية الدولة أصبحت منذ سنوات تعتمد على الموارد الوطنية وإن ذلك يتيح استقلالية قرار اختيار المشاريع. وأضاف البناهي في مداخلة له أمام البرلمان أن موريتانيا استطاعت من خلال اعتمادها على مواردها الوطنية تشييد العديد من المنشآت خصوصا في مجالي الصحة والتعليم. من وزير الاقتصاد المالية وخلال الحكومة والرئيس علمها في السنوات الأخيرة ولاحظ بصفة موضوعية من الميزانية عادة تعتمد أساسا على الموارد الوطنية وذلك فايته أنه يعطي المدة استقلالية في قرار اختيار مشاريعها وبالتالي ما قايل لها ممول أن المشروع الفلاني ما هو ممول لها وفارغ يديره في المجال الأخر قايل هو أنه أولوية هذا اللي نقدر نعود متوافقين عليه بصفة موضوعية ولهناك بعض أمثلة من بعض القطاعات في السنوات الماضية اللي استفادت من هذه الميزانيات بشكل راجع للمواطنين. مثلا إلى قبلنا مجال الصحة وعدل ياسر من المستشفيات ولا نذكر منهم فقط مستشفى أونكولوجي اللي يقولوا السرطان اللي كان يتفق عليه ياسر من الفضل من ميزانية موريتانيا في المستشفيات الخارج وعاد يعدل هناك. من جانب آخر قال النائب البرلماني عن حزب تكتل القوى الديمقراطية عبد الرحمن والميني إن موارد ميزانية الدولة لم تنعكس على علاج المرضى ولا على تحسين التعليم ولا امتصاص البطالة. ووصف والميني في مداخلة له أمام البرلمان لنقاش مشروع قانون المالية للعام 2019 وصف وضع الشعب الموريتاني بالمأساوي. 10 سنوات من نقاش الميزانيات وإن عبئنا القادي الصح من الموارد نظريا ويقدر بالمليارات آلاف المليارات من البقية وللنواب جازين بالخير طيلة 10 سنوات هم في النقاش في الطلبات في الدفاع في تشخيص المشاكل وإلى حد الساعة هاي الموارد اللي هي ما ظهرت لا على علاج المريض ولا على دراسة التلميذ ولا على مستوى البطالة المتصاعد ولا على مستوى المديونية كذلك المتصاعد. نختار نقول هاي السنة المالية عندها خصوصيتها مع أنها داخلة في ماراثون المأساوي اللي عايش الشعب الموريتاني. غير عندها هاي الخصوصية أنها مرحلة منها فم أمل أن لا يخلق فيها تغيير وأن هذا التغيير راجع إن شاء الله أن يعود الأحسن والأفضل. غير لهم نقول وينهم واللي إن شاء الله مأساة هذا الشعب اللي هو اللي عاش على أرض وطنه.
شهدت جلسات نقاش مشروع قانون المالية لسنة 2019 على مستوى الجمعية الوطنية مشادات كلامية حول قضية المأمورية الثالثة لرئيس الجمهورية. وتثير قضية المأمورية الثالثة جدلا سياسيا بين الموالاة والمعارضة في موريتانيا. وكان الرئيس قد أكد في مناسبات عدة أنه سيحترم الدستور الذي ينص على مأموريتين تنتهيان خلال العام المقبل. التفاصيل في سياق التقرير التالي. مكانك السجن، يقول النائب البرلماني عن حزب تواصل محمد والمحمد مبارك ردا على النائب عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الداهل صهيب بعد مطالبته بمأمورية ثالثة للرئيس الموريتاني من خلال تعديل دستوري. واعتبر ولد صهيب أن التعديل الدستوري الذي يتيح للرئيس ترشح لمأمورية ثالثة أصبح مطلبا شعبيا تبرره الإنجازات التي تحققت في ظل حكم ولد عبد العزيز، مطلب أثار جدلا وملاسنات قوية بين نواب البرلمان في جلسته الحالية التي تناقش ميزانية العام 2019. طيب مالك، ما عليك جواب؟ خلونا مشادات وملاسنات استمرت إلى ما بعد رفع الجلسة الاعتيادية. واعتبر النائب عن حزب طلائع التغيير أن المطالبين بمأمورية ثالثة للرئيس محمد عبد العزيز من داخل البرلمان أو خارجه يتمنون له مصير الطغاة ويخالفون الدستور، وأن هذه المطالب جزء من النفاق السياسي العام على حد تعبيره. أعتقد أن المطالبين بمأمورية ثالثة داخل البرلمان أو خارجه يخالفون الدستور أولاً، يخالفون سنة الحياة في التداول على السلطة، لا يضمرون الخير لرئيس الجمهورية إذ يتمنون له مصير الدكتاتوريين والطغاة، لا يطلبون الخير لهذا الشعب الذي بمصلحته الأمن والاستقرار، لا يتمنون التنمية لهذه الميزانية إذ الأمن مرتبط بالتنمية والتنمية مرتبطة بالأمن. كل مطالبة بمأمورية ثالثة هي جزء من النفاق السياسي في هذا البلد. المأمورية الثالثة والنقد العام غير الموثق وخطاب الإشادة بالنظام وحكومته، كلها مواضيع خيمت على جلسة النقاش الحالية المخصصة لنقاش قانون الميزانية الأصلي للعام المقبل. لليوم الثاني على التوالي تتواصل جلسة نقاش ميزانية 2019 بالجمعية الوطنية، نقاش لم يفوت بعض النواب فيه تسهيل موقفهم المطالب بتعديل دستوري يتيح للرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز مأمورية ثالثة، وهو موقف أثار الكثير من الجدل هنا بالجمعية الوطنية كما سيثير الكثير من الجدل في الشارع الموريتاني. محمد ناجي، قناة المرابطون، نواكشوط. قررت الحكومة الموريتانية سحب مشروع قانون العنف ضد النوع بعد رفضه من طرف لجنة التوجيه الإسلامي والمصادر البشرية والشؤون الثقافية بالجمعية الوطنية. وتعتبر هذه المرة الثانية التي تسحب فيها الحكومة مشروع القانون الذي توصف بعض مضامينه بأنها تتعارض مع الشريعة الإسلامية. وسبق للحكومة أن سحبت مشروع القانون في مارس 2017 بعد الاعتراض عليه من طرف بعض الكتل البرلمانية. احتج شباب الناشطون بحراك محال تغيير الدستور ضد حوادث السير في موريتانيا من أجل تسليط الضوء على واقع الطرق باعتبارها تشكل أحد أسباب حوادث السير بالبلاد. ويقول الحراك إنه سينظم بدءا من الأسبوع القادم سلسلة نشاطات تشمل مجالات أخرى بينها الصحة والتعليم. الحراك أطلق هاشتاك البارح، الهدف منه يسلط الضوء على حصة 10 سنوات من حكم الرئيس محمد عبد العزيز. من خلال ذلك العشر جو حكم عليها بدنا النشاط اليوم بطريق القوارب المتهالك، هذا أحد ضحايا هذه الحصيلة
هناك أيضا أنشطة ثانية تنطلق إن شاء الله في الأسبوع القادم، من ضمنها وقفات أمام الصحة والتعليم والقطاعات التي فلست من الاقتصاد الوطني مثل إنير وسوني ماكس والقطاعات المهمة في الدولة التي أصبحت في خبر كان. هذه الحصيلة نرى أنها الأفضل لأصحاب المبادرات اليوم التي يرى أصحابها أن من حق محمد عبد العزيز مأمورية ثالثة أن يطالبوا على الأقل بإصلاح الطرق وبإصلاح ما تم تدميره من وطن الغالي. من ناحية أخرى، احتج عدد من سكان حي لغريق التابع لمقاطعة دار النعيم في العاصمة نواكشوط ضد انتشار القمامة بالقرب من مساكنهم، وقال المحتجون إن ذلك تسبب في إصابة عدد منهم بأمراض. وقد أعلنت الحكومة الموريتانية مؤخرا أنها عاكفة على وضع استراتيجية هدفها القضاء بشكل نهائي على القمامة والنفايات في نواكشوط. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي. سكان حي الغريقة بالعاصمة نواكشوط يحتجون على القمامة المنتشرة بالقرب من مساكنهم، فقد أصبحت المنطقة هنا بحسب هؤلاء مكبا للنفايات، ويطالب بعض المواطنين هنا السلطات المعنية بتدخل من أجل رفع الضرر الناجم عن انتشار القمامة بأحيائهم واتخاذ إجراءات لمنع انتشارها وإحراقها بهذا الحي. احنا طالبين هنا من الجهات المعنية ان متضررين من هذه المباليط، ما هي مرتنا الأولى توقع لنا، كنا من ضر منها مطروح عنا وحدها لا رايحتها وحدها من ضنا، التالي عاد دائما يجي رواقيز والله شي ما اعرف شنو تنحرق وتضيع علينا بالدخان. نباتوا هون عادوا الناس الكبار يقبال الاختناق والتركه كيف ذلك. لذلك طالبين من الجهات المعنيه ترفد عنا مباريتنا احنا القريقه متضرين منها. ولين ترفدها عنا مولين طالبين من العدو هون نيمروات هذو قطع أرضية أهلها يحتفظوا بهم، والله ذاك الدولة تقبل لهم تعدل لهم مبادرة تعطيهم المدة تسكنهم. حراك الكمامات الزرقاء الناشط في مجال التحسيس ضد انتشار القمامة في العاصمة نواكشوط يقول إنه يسعى إلى لفت نظر السلطات في البلاد من أجل وضع حد للقمامة المنتشرة. النشاط اليوم قام به سكان غريقة بالتعاون مع حراك الكمامات الزرقاء هو اعتصام في الحقيقة معدل، والسكان ما تروا حاركين من هون مو تنقل عنهم باليت، لأن جميع الطرق اللي قد يكلم بها الدولة فيها تعدلت، مشينا للحاكم، مشينا للعمدة دار نعيم، جينا اليوم للجهة، كلهم رفضوا التعامل، كلهم رفضوا التدخل، بالتالي لم يبقى أمام السكان إلا الاعتصام. نرجو من السلطات أن تصل الرسالة وأن تقوم بتنظيف هذا المكب الذي وصلنا قبل أن نصله بدقائق، كانت النيران تشتعل هنا، بالتالي الرسالة واضحة، هذا الاعتصام لن يتم فضه قبل أن تتدخل السلطات وتقوم بإزالة هذا الأذى عن المواطنين. وتقول الحكومة الموريتانية إنها بصدد وضع استراتيجية للقضاء على القمامة بشكل نهائي. كانت العاصمة نواكشوط قد شهدت عددا من الحملات المنظمة من طرف السلطات الرسمية ضد انتشار القمامة، وأشرف على بعضها الرئيس الموريتاني محمد أول عبد العزيز. تشهد بعض الأسواق في العاصمة نواكشوط عرض المواد الغذائية بالقرب من الأوساخ، وهو ما قد تكون له تأثيرات صحية سلبية على المستهلكين، ويطالب العديد من المواطنين بمراقبة هذه الأسواق. وقد أعلنت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة قبل أسبوعين عن إطلاق حملة وطنية قالت إنها ستجوب مختلف الولايات وتسعى إلى حماية المستهلكين. تفاصيل أوفى نتابعها ضمن هذا التقرير. تحت هذه السقوف المهترئة وبالقرب من هذه الأوساخ حيث يجتمع الذباب، توجد هذه المواد الغذائية الموجهة إلى المواطن البسيط في أبرز أسواق المواد الغذائية بنواكشوط، سوق الفحم وشارع التجار. هنا تحط من الحاويات مختلف المواد الاستهلاكية، وتنقل الشاحنات أنواعها في اتجاه مختلف أنحاء الوطن الموريتاني وليست العاصمة نواكشوط وحسب.
لا تستثني سوق الفحم أي مادة استهلاكية، فكل المواد هنا حاضرة من خنشة الأرز إلى كيلوغرام الملح، وتذهب البائعات في تقاطع شارع التجار مع طريق الأمل أبعد من ذلك، حيث يوفر المواد الجاهزة للتناول تماما كما يوفرها غير بعيد منهن الرجال، في ظروف يكاد يجمع رواد السوق على أنها غير ملائمة بسبب انتشار الأوساخ. زايد على الوساخ بشيء، ويا الله ينسقل وتعود دولة مضبوطة ونظيفة ومسؤولة وتحترم القوانين اللي يا الله يعود يحترم. المواد الغذائية طبعا ينباع هون فيها شيء من السوق، في السوق هون ليس نظيف، لكن نحن نشتريه ما عندنا إلا هو معيش في يوميا. ولا على كل حال بعد أنا زين عندي ندار بليدة ماي، هذه تعود ما فيها الصوع ولا فيها شيء، بليدة نظيفة ومحترمة. وتطالب جمعيات ناشطة في المجال بتنظيم أسواق بيع المواد الغذائية وتوفير الوسائل من أجل ضمان حماية المستهلك. انتشار المحلات التجارية عند كل قرن دار في نواكشوط فيها محل تجاري، الأسواق عاد موضة ما فيها بد قرن ابتدى في نواكشوط الآن ما في سوق، معناها لا بد من استراتيجية، لا بد من خطة، وعود أهلها عندهم وسائل يقدروا يشتغلوا، لكن يعود فهم حماية مستهلك حقيقية، ما هي إلا الكلام اللي فقط الاستهلاك والدعاية السياسية. وكانت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة خديجة مبارك فال قد أعلنت قبل أسبوعين عن إطلاق حملة وطنية من أجل حماية المستهلك، قالت إنها ستجوب مختلف الولايات الموريتانية وإنها ستكون صارمة. نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها. البرلمان الموريتاني يصادق على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2019 بعد نقاشات استمرت ليومين. الحكومة الموريتانية تسحب مشروع قانون العنف ضد النوع بعد رفضه من طرف لجنة التوجيه الإسلامي بالجمعية الوطنية. سكان حي الغريقة بالعاصمة نواكشوط يحتجون ضد انتشار القمامة بالقرب من مساكنهم ويدعون السلطات لوضع حد لها. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. الواحدة والنصف تتابعون إعادة حلقة من برنامج المشهد تناقش موضوع حراك الكمامات الزرقاء المناهض لانتشار القمامة بنواكشوط. في أمان الله.